هنعمل دلوقتي مع بعض براونيز التمر. براونيز التمر ايوه، تعالوا نشوف هنعملها ازاي وايه هي مقاديري. اول حاجه عندي التمر، هجيب البلح وهشيل منه البذره، هفتحه وزي ما احنا شايفين هحطه كده. عندي كمان اللوز، عين الجمل، كاكاو، رشه من الملح والقرفه، وطبعا هيتقدم بقى مع ايس كريم الفانيليا عشان يطلع حلو قوي. اول حاجه هعملها ان انا هجيب هنا اللوز والعين الجمل وايه هطحنهم كده مع بعض. يلا وبعد كده هجيب الكاكاو وهطحنه. وبعد كده هجيب بقى التمر وايه احطه. يلا بينا، بصوا بقى كده الجمال. اهو ايه هطلعها وهجيب هنا ورق زبدة كده وإيه كده، نقلب هنا وبصوا بقى الجمال. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة حلوة وجميلة. بصوا بقى نشكلها زي ما احنا عايزين اهو كده. يلا بينا. اهو كده شايفين جمالها. مجرد ان انا عملتها خلاص كده اهو، وبعد كده بدخلها التلاجة لمدة نص ساعة لساعة تمسك نفسها، وبعد كده بقوم مطلعاها وابدأ في التقطيع بتاعي، التقطيع بقى اللي انا احبه. شوفوا بقى بتحبوها شكلها عامل ازاي وتتقطع التقطيع دي. يلا اهو انا كده ايه عملت التشكيلة بتاعتي، ابدأ بقى احطها تبقى على الاكل على طول كده اهو. بصوا الجمال دي، كمان انا كنت بعملها للولاد كور وهم رايحين المدرسة، بدل الشوكولاتات بقوم حطها لهم تكون داخل فيها التمر. مقاديرها كلها جميلة جدا وفيها شوية كاكاو قليلين اهو. بصوا بقى الجمال، بنحلي بايه بشوية حاجات لذيذة في نفس الوقت، برضو مقاديرها كلها مختلفة وجديدة. هبدأ بقى في الايه في التقطيع، وهحط عليها كده النعناع مع الايس كريم، وهرش عليها رشة بسيطة قوي كده من القرفة. وتعالوا بقى نجيب الايس كريم بتاعنا وبنحطه
عليها. كده. كده. وبنقدمها بألف هنا.